أعزائي المشاهدين، تقريرنا الأول لهذا اليوم تحية لكل رجال الجمارك على جهودهم الكبيرة، حيث اليوم قاموا بضبط أحد المهربين السوريين ويحاول إدخال 4 ملايين حبة كبتي تم استيراده عن طريق شركة تستورد المواد المنظفة من دولة عربية. فتحية لكل رجال الجمارك، وللأسف أن انتشار الحبوب الكبتي والمخدرات يتطلب جهود كبيرة من رجال الأمن والجمارك لمنع دخولها الكويت، ويجب محاسبتهم محاسبة عسيرة. مشاهدة التقرير. أيضا هناك خبر ثاني لكن لا يوجد تقرير، لا لكن تحية أيضا لرجال الجمارك في مطار الكويت. تم القبض على رجل سوري أيضا أو لبناني معايا مدخل الكويت 3 ملايين حبة كبتي في ألعاب أطفال. فتحية لكل رجال الجمارك والأمن على إلقائهم القبض على هؤلاء المهربين، ويجب أن يحاسبوا محاسبة سريعة، وأتمنى الإعدام لما يحصل في الكويت من بعض الجرائم نتيجة الشبو وللأسف المخدرات وحبوب الكبت. التقرير اللي